انتظار العرضية، العرضية حاضرة والرأسية، الله 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 يا عيناوي، الله على طويل الهواري، هو هامه هو هامه وهو طويل ويرتقي ايضا ويسجل للعين، الله يا عيناوي، الله على بداية أولى، لاحظ العرضية، لاحظ العرضية المميزة، الله على عرضية تعرف رأسية الهداف، يعرف كل الطرق، فما بالك المرمى، فما بالك المرمى، إنه لا يخشى الجميع، ارتقى وحول الكرة برأسه لتصبح بالمرمى، بالرأس بالرأس بالرأس، بداية أولى، هنا الاحتفالية، هنا السجود أيضا للهواري المميز لطويل الهواري. لازار وفينيسيوس تتمر كرة من لازار ولحارس المرمى الواكد يلعب الكرة خاطئة من الواكد، خاطئة من الواكد، مرور جول عيناوي، خطأ الواكد كلف الجبلين هدفا آخرا، الله سعيد الزهراني، سعيد الزهراني يسجل الهدف الثاني لدى العين، الفرصة كانت من الواكد، لاحظ اللقطة من الواكد، الخطأ الفادح من الواكد، مررها للزهراني بالخطأ، مر الزهراني، سعيد سعيد الزهراني يسجل ويسعد الأنصار العيناوية، الله على هدوء، على لقطة، على هدف لدى العين، هدف آخر، خطأ من حارس المرمى محمد الواكد الشاطر، غلطته بعشرة يا واكد، لكن الله على الحطة والهدوء من سعيد الزهراني، سعيد الزهراني أبو زهرة يسجل هدف العيناوي آخر في مرمى الجبلين، هدف آخر هنا، فرحة الصيحري هنا، لمن يا صيحري هذه الابتسامة وهذه الجيم الجيم القائد حمد يسجل للجبلين، حمد الجيم سجل أولى الأهداف للجبلين على مرمى العين، وهنا فرحة الجمهور الجبلاوي الحاضر أيضا بهذه المدرجات وبهذه الركلة، لاحظ الخبرة، لاحظ التركيز العالي من حمد الجيم قائد الجبلين، سجل هدفا من ركلة جزاء على يسار حارس المرمى ناصر الصيحري لتعلن أولى الأهداف للجبلين.